وعلى اليمين هيبقى منتخب غانا، وهي صافرة حكم الإلقاء تستعد لانطلاق فعاليات الشوط الأول. بدأت الصافرة ومحاولة للتحضير من البداية في الناحية اليسرى، في الجانب الشمال محاولة هنا لتريزيجيه، ولكن على طول التغطية الدفاعية من بابا ميتشي تطلع خارج الملعب. محاولة هنا للتحضير في الجبهة اليسرى، ترد مرة تانية ناحية الشمال، محاولة كده من البداية في الجبهة اليسرى لتريزيجيه، الكرة العرضية ولكن على طول كرة في الناحية العكسية للورانس لارتي. مرة تانية بنص الملعب، محاولة للتحضير ناحية إيمانويل أشانتي، إيمانويل تحضير على طول للورانس لارتي، على طول الضغط هنا من منتخب مصر في نص الملعب. على طول كانت رمضان صبحي تحضير ورا خالص لياسر، بيحضر ناحيه محمد عادل جمعه لاعب النادي المصري البورسعيدي، حاول للتحضير لياسر ابراهيم لاعب نادي الزمالك. بقول لحضراتكم مجموعه اكتسبت الخبرات من خلال مشاركتها مع فرقها في الدوري الممتاز، سواء الاهلي او الزمالك او انبي او سموحه، مجموعه بقول لحضراتكم من ابرز اللاعبين في هذا السن، مواليد طبعا 93 وما فوق. ادي واحد على طول وانطلاقه من كابتن التيم تريزيجيه، عدى والله بمهاره تريزيجيه اللي مستواه بقول لحضراتكم هذا الموسم. تريزيجيه شكل ولون تاني اداؤه مع النادي الاهلي تريزيجيه، ولكن الضغط هنا والبريس على طول من جونسون ابونج، عايز يعمل مشوار كره طوليه لباتاجي، ولكن باتاجي بيحاول يحضن على كورته وياخد رمي تماس منتخب غانا. مسعد عوض اللي خلاص خد الفرصه في حراسه مرمى النادي الاهلي، نظرا طبعا لاصابه شريف اكرامي اللي ان شاء الله يعود لقياده حراسه مرمى النادي الاهلي، ولكن هي فرصه بتبقى للحراس ما في شك. حارس المرمى الجيد اللي بيفرض نفسه ويستغل الفرصه، وياما شفنا حراس كانوا قاعدين على الدكه اثبتوا الكفاءه في ان هم يكونوا موجودين في المستطيل الاخضر. حكم اللقاء محمود عاشور مدي القرار بضربه حره مباشره، بينادي ان الكوره تتلعب من مكانها. محمود عاشور حكمنا الدولي، وادي على طول هنا الضربه الحره المباشره لصالح محمود صبري لاعب نادي انبي على اللاعب رقم 10 كيندي اشي. مره ثانيه منتخب غانا مباراه هامه، بقول لحضراتكم كابتن حسام البدري عايز طبعا يجهز فرقته ويقف على العناصر اللي هيخوض بيها الجوله القادمه، الجوله بقى الرسميه امام منتخب كينيا اللي تحدد بيها الاول من مارس القادم، المباراه طبعا اللي تودي منتخبنا للتصفيات الخاصة بدورة الألعاب الأفريقية اللي هتقام في الكونغو. كرة على طول رمي التماس لصالح منتخب غانا، طلع على طول رجب نبيل تاحة لاعب فريق وادي دجلة، أعلى نقطة على طول توصل الكرة مرة ثانية لتريزيجيه، انطلاقة وتقدم ناحية الشمال تريزيجيه كابتن التيم، تحضير على طول وقرب له محمود صبري، حاول هنا منتخب مصر ينقل كتير علشان يلاقي ثغرة من البداية في دفاعات منتخب غانا. اخر اللقاءات الدوليه الوديه كانت امام منتخب السودان، فاز فيها منتخبنا بخمس اهداف مقابل لا شيء، كان كهربا جاب هدفين ورامي ربيعه وشكري نجيب ومصطفى فتحي كانوا جابوا كل لعيب هدف. معانا على فكره شكري نجيب لاعب النادي الاسماعيلي هو اللي بيتصدر قائمه هداف منتخبنا الاولمبي في مشواره في اللقاءات الوديه برصيد اربع اهداف. مره ثانيه التحضير بيجي في المرتبة الثانية اللاعب كريم بامبو ثلاث أهداف ووردة هدفين، واللاعب مصطفى فتحي هدفين. كانت محاولة هنا والضغط على طول من رمضان صبحي، ولكن على طول أدي تريزيجيه تمريرة رائعة حطيتها على طول لرمضان صبحي. رمضان على طول وسع لنفسه هنا وخد التمريرة البينية عايز يعمل الهات وخد على طول، ولكن تطلع خارج الملعب ضربة ركنية. ثنائيات مطلوبة، الانسجام مطلوب، مباريات وكسرة المباريات هي اللي بتخلي اللعيب يوصل لمرحلة الانسجام والتفاهم. في شك طبعا ان منتخبنا الاولمبي بقول لحضراتكم خاض مجموعة من المباريات الدولية الودية وايضا بعض المباريات المحلية. دي كرة العرضية ولكن على طول فين؟ فين الرأسية؟ فين؟ رأسية على طول هنا تطلع خارج الملعب.
من منتخب مصر وكانت محاولة لإدراك أولى الأهداف، ولكن الكرة خارج الملعب. التوجيه يفرق، التوجيه يفرق. أدي عرضية حسام غالي لاعب فريق سموحة، ولكن على طول عبد الرحمن ومحمد سالم اللي كان في لقطة اللي فاتت رأس حربة منتخبنا الأولمبي لاعب فريق المقاولون العرب محمد سالم. مرة تانية ناحية الشمال، محاولة هنا للتحضير محمود صبري. صبري عايز يعمل مشوار ناحية الشمال، وقف على كورت، ولكن الضغط هنا والبريس على طول مرة تانية من اللاعب باتاجي لاعب منتخب غانا. كرة على طول طولية، ولكن هنا التغطية الدفاعية من ياسر إبراهيم ترد مرة تانية في ناحية الشمال. بقالنا كده بقول لحضراته 5 دقايق من زمن الشوط الأول، تعادل سلبي نتيجة المباراة الودية الدولية بين منتخب مصر ومنتخب غانا. ضربة حرة هنا والدفعة لصالح رجب نبيل في اللقطة اللي فاتت. مدير الفني لمنتخب غانا مالك جابوري. كرة على طول الطولية، محاولة هنا والضغط ممكن، هنا ممكن استلام على طول ومحاولة والتسديدة من سالم، ومرة تانية التسديدة ولكن ترد مرة تانية. كان بيسعى في الكرة اللي فاتت محمد سالم ان هو يخطف في اللقطة اللي فاتت، ولكن تخبط في اللاعب لارنس لاتيري. توصل الكرة مرة تانية، محاولة هنا من حسام غالي، ولكن على طول الضغط هنا والبريس من جونسون أباتونج. كفر هنا والتغطية على طول من ياسر إبراهيم. كرة الطولية من مسعد عوض توصل مرة تانية للاعب رقم 10 كيندي آشي، عايز يحط الكرة الطولية توصل لمنتخب غانا. كان قال الكابتن أيمن حافظ إن هم عندهم مجموعة من اللاعبين فوق السن القانوني للاعيبة المنتخب الأولمبي مواليد 93، عندهم لاعيبة مواليد 92 و 91. أدي الكرة مرة تانية بتاعت صبري، وأدي على طول الإعادة، وأدي التسديدة والمحاولة هنا، ولكن سهلة سهلة من تريزيجيه في إيد حارس المرمى متوكل سيدي حارس مرمى منتخب غانا. لما بدأ منتخبنا أول معسكر، معسكر 17/2/2014 لاختيار العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي. منتخب بقول لحضراتكم استعداد جيد خلال المشوار السابق بمجموعة من المباريات الودية المحلية. كان بدأ أول لقاء على فكرة بلقاء فريق الأسيوطي اللي بيلعب دلوقتي في الدوري الممتاز، كانت مجموعة من المباريات مع الفريق الأول. خاض أيضا أكثر من لقاء، خاض لقاء أيضا مع بعض فرق الدرجة الأولى زي نجوم المستقبل اللي عمل أداء طيب جدا أمام نادي الزمالك في مسابقة كاس مصر، كان فاز عليه منتخبنا 3-1. على فكرة جميع المباريات اللي خاضها منتخب مصر الأولمبي حقق فيها الفوز سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي الخارجي. مرة تانية منتخب غانا بيحاول على حدود المنطقة توصل للاعب عبد اللطيف عبد الله. مرة تانية في نص الملعب منتخب غانا ابتدى يمسك كورة. منتخبنا كان بادي بقول لحضراتكم مركز ناحية الشمال في البداية الهجومية لتريزيجيه. ادي تريزيجيه اللي بيعمل مشوار ناحية الجبهة الشمال اللي مركز عليها الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر. مرة تانية التحضير، حاول هنا على طول من حسام غالي ناحية الشمال. بقول لحضراتكم الكورة يعني بقالنا فترة كتير ناحية الشمال وفعلا هي اللي شغالة. ودي ممكن هنا كرة العرضية من محمد عادل جمعة، ودي كرة العرضية تبحث عن الرأسية، ولكن فين؟ كان ضامم لجوه اللاعب محمود صبري هو ورجب نبيل. مرة تانية الكورة، كان عبد الرحمن حسان كان ممكن لو عمل برؤية أفضل من كده كان ممكن تكون هجمة واحدة لصالح منتخب مصر. كرة على طول توصل في الجانب الأيمن لمنتخب غانا لسافرو جانفي. مرة تانية كيندي آشي، تسديدة منين؟ كيندي، ولكن مسعد في المكان والزمان. مسعد عوض انتقل من الإسماعيلي للنادي الأهلي. مسعد عوض كان تألق مع منتخب الناشئين، وده اللي خلاه يكون محور اهتمام النادي الأهلي ان هو يضمه للقلعة الحمراء. ضربة حرة مباشرة بيديها حكم اللقاء محمود عاشور.
حكمنا الدولي، وادي على طول هنا توجيهات من خارج الخطوط للمدير الفني الغاني، دفع هنا والضغط والبرس من رجب نبيل. اكتر اللاعبين مشاركه طوال طبعا المشوار اللي استعد بيه منتخبنا الاولمبي في ما هو سابق من خلال لقاءات وديه على المستوى المحلي او على المستوى الدولي الودي. كان اللاعب محمود حمد لعب 530 دقيقه في عدد 6 مباريات، ضربه حره مباشره مديها حكم اللقاء محمود عاشور، بيجي في المرتبه الثانيه حسام غالي وحسن شاهين، وايضا اللاعب محمود المتولي اللي بيغيب طبعا بالاصابه، محمود المتولي نجم النادي الاسماعيلي، والنهارده ايضا بيغيب عمر الوحش، ضربه حره مباشره مديها حكم اللقاء، واول بطاقه صفراء مديها محمود عاشور في الكوره اللي فاتت لبابا ميتشي، بطاقه صفراء كارت اصفر في الكوره اللي فاتت لصالح تريزيجيه. قلت لحضراتكم واكيد ده هيبقى محور سؤال في استاد النيل مع الزميل طارق سعده والكابتن حسن الشادلي والكابتن فتحي مبروك، هل خبره بقى تريزيجيه دي اللي مخليها كابتن حسام البدري يركز من البدايه على الجبهه الشمال اللي بياخدها تريزيجيه وانطلاقاته في الجبهه اليسرى، بيعمل له معاه على طول المسانده صبري وكريم بامبو، ضربه حره مباشره على التنفيذ تريزيجيه، كريم بامبو في منطقة ال 18، ودي كرة حاططها والله عايز يحطها في المرمى مباشرة كده اللاعب تريزيجيه، كان عايز يحطها في الزاوية القريبة على أساس إن هي تخدع حارس المرمى، بالفعل وكان واخد كده حارس المرمى ياردتين لبره متواكل سيدي، كرة على طول كانت ممكن والله تكون عنوان هدف أول مباغتة من تريزيجيه، يمتاز بالتسديد تريزيجيه. مرة ثانية منتخب غانا لعب بابا تيجي، توصل على طول لأوسي بافور، تحضير كرة الطولية ولكن بدون عنوان أطول من اللازم، تطلع الكرة خارج الملعب ضربة مرمى لصالح منتخب مصر على التنفيذ اللاعب مصعب عوض، وهذه الكرة بتاعت عبد الرحمن حسان نجم النادي الإسماعيلي، عبد الرحمن حسان في الجبهة اليمنى صاحب البشرة السمراء، عبد الرحمن حسان كرة على طول طولية ترد مرة ثانية لصالح منتخب غانا للاعب باتيجي، مرة ثانية ناحية الشمال محمد عادل جمعة، نص الملعب منتخب مصر بيحاول ان هو يبني الهجمات من تحت، لسه ما شفناش الجبهة اليمنى بتاعت عبد الرحمن حسان، ادي عبد الرحمن لسه الراجل سامعني ولا ايه؟ عبد الرحمن حسان عايز يحط الكريم بامبو ولكن مش محضر هنا القرار كريم بامبو في الكورة اللي فاتت تطول منه، ادي عبد الرحمن توصل لرمضان صبحي، عايزين الجبهة اليمين تشتغل زيها زي الجبهة الشمال لصالح منتخبنا الاولمبي، منتخب مصر بيحاول يلاقي ثغرة مرة في اليمين مرة في الشمال علشان شايفين طبعا ان كل لعبة منتخب غانا بترد في نص ملعبها علشان تضيق المساحات. مباراة بقول لحضراتكم استعداد جيد جدا ان انت تخوض مجموعة من المباريات، قبل كده قلت لحضراتكم منتخبنا خاض لقائين مع منتخب المغرب في معسكر كان في مدينة فاس في المغرب في الفترة من 31/8 حتى 7/9، منتخبنا الجولة الأولى كانت تعادل إيجابي 3-3 وفي الجولة الثانية كان فاز 2-1 على منتخب المغرب، كان جاب الأهداف كريم بامبو ومحمد السيد بازوكا، وفي الجولة الثانية كان جاب مصطفى فتحي وشكري نجيب هدفي مصر في الفوز 2-1. رمي التماس لصالح منتخب غانا، هلعبها جودو فيرس أشانتي، حضر ورا على طول لبابا ميتشي، يفتح على طول ناحية إيمانويل أشانتي، كلمة أشانتي هناك منتشرة، فريق طبعا أشانتي كوتوكو أبرز الفرق طبعا اللي كانت موجودة في غانا، ودي ممكن هنا نكون عنوان هدف أول، ولكن اللمسة اللمسة فين؟ اللمسة فين يا محمد يا سالم؟ تحضير بقول لحضراتكم وانفراد في الجانب الأيمن ورؤية جميلة جدا في نص الملعب،
ولكن على طول هنا سالم اللمسة دي طولت، هربت الكورة مش محضر قراره. كانت ممكن لو عنده تركيز أكتر من كده محمد سالم كانت ممكن تكون عنوان هدف أول، ولكن اللمسة قد الأخيرة من سالم تطول مرة تانية. منتخب غانا توصل على طول في نص الملعب، الضغط هنا والبريس من حسام غالي عايز يحط الكرة البينية ناحية اليمين مرة تانية. هنا رمضان صبحي، رمضان عايز يحط في نص الملعب، حاططها ليه كريم بامبو، كريم يفتح ناحية الشمال وادي تريزيجيه والتسديدة، ولكن في تسديدة تريزيجيه تعلو العارضة، ولكن جملة من رمضان صبحي لكريم بامبو لتريزيجيه، ولكن في النهاية تريزيجيه اللمسة الأخيرة تطلع خارج الملعب. ادي رمضان صبحي تحت شعار انكار الذات، مهم جدا طبعا في ان انت تكون في منطقه ال 18 عندك رؤيه وعندك شعار انكار الذات في مواقف معينه، زي الكوره اللي فاتت لكريم بامبو ورمضان صبحي. عشان كده في البدايه قلت مهم جدا كسره المباريات لتحقيق الانسجام والتجانس. وادي كوره وممكن هنا، الله الله الله، هدف اول، هدف اول، خطفها 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 اللاعب رمضان صبحي، يعلن عن الهدف الاول لصالح منتخب مصر الاولمبي، اولى الاهداف في مباراه اليوم، مباراه مصر وغانا عن طريق اللاعب رمضان صبحي، هدف اول لصالح منتخب مصر في الدقيقه 16 من زمن الشوط الأول. يتقدم منتخب مصر بهدف عن طريق اللاعب رمضان صبحي وخطأ دفاعي من إيمانويل أشانتي، عمل البريس وعمل الضغط في الكرة اللي فاتت رمضان صبحي على طول الهدف الأول. أدي الكرة مرة تانية تتعاد، الراجل هنا بيرجع ولكن الضغط هنا والبريس حاططها، والله حاططها بوش رجله حلوة جدا. رمضان صبحي على شمال حارس المرمى متوكل سيدي، هدف الأول لصالح منتخب مصر الأولمبي. المباراة الودية اللي بتجمع مصر وغانا في إطار استعدادات منتخب مصر لمباراة كينيا في الأول من مارس القادم، في إطار تصفيات دورة الألعاب الأفريقية اللي هتقام في الكونغو. منتخب غانا في نص الملعب كيندي آشي، سهلة توصل في إيد مصعد عوض. في شك مباراة ورا الأخرى، وفوز تلو الفوز بيدي نوع من الثقة للاعيبة منتخب مصر، أتمنى طبعا يكون هو منتخب الأمل فيما هو قادم إن شاء الله وتصحيح المسار من جديد للكرة المصرية. مجموعة بقول لحضراتكم من العناصر المتميزة، لو يعني أحسن طبعا استغلال أمثل لهذه المواهب. النهاردة بنشوف كل النجوم دي هي اللي بتلعب في فرقها، سواء بقول لحضراتكم الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو سموحة أو إمري، ودي كرة وتسديدة ولكن سهلة. تريزيجيه أكتر اللاعبين حتى الآن تسديد على المرمى، سواء بين الثلاث بين الثلاث خشبات أو خارج الثلاث خشبات، شفنا له أكتر من تسديدة في المرمى وخارج المرمى، مهم جدا التسديد. شوطة بتصيب وشوطة تجلي، مفيش شك إن واحدة تلو الأخرى. ممكن تريزيجيه بتسديداته القوية اللي متعودين عليها في النادي الأهلي إن هو يهز شباك. رمضان صبحي صاحب هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، بياخد ضربة حرة مباشرة مديها محمود عاشور حكمنا الدولي. محمود عاشور بياخد الحائط، ضربة حرة غير مباشرة، رافع إيديه على التنفيذ المتخصص بالتبعيه سواء هنا او هنا. الضربات الثابته هو تريزيجيه كابتن التيم، تريزيجيه بيحضر على حدود منطقه ال 18 وادي التسديده ولكن ارضيه من كريم بامبو، ترد مره ثانيه لصالح منتخب مصر. وادي التسديده حلوه والله، تسديده على طول من اللاعب محمد عادل جمعه، الطرف الشمال بالقدم اليسرى محمد عادل. قلت لحضراتكم النهارده واخدين تعليمات ولا ايه من الكابتن حسام البدري، التسديد من خارج منطقه ال 18 شفنا اكتر من تسديده سواء من تريزيجيه او من محمد عادل جمعه. مره ثانيه التحضير لصالح منتخب غانا، اوسي بافور، عبد الرحمن حسان بيضغط وبيعمل البريس، عبد الرحمن توصل مره ثانيه بمهاره، هنا بيخلصها اللاعب رقم 8 عبد اللطيف عبد الله. تحضير على طول من لارتي لارونس، حاول هنا منتخب غانا في الجانب الايمن عن طريق جودفريز اشانتي. مصعد عوض قام بدور الليبرو في الكوره اللي فاتت، حارس مرمى منتخبنا الاولمبي.
تطلع الكوره خارج الملعب. ادي مصعد عوض، قلت لحضراتكم مباراه ورا مباراه ابتدى ياخد الثقه مصعد عوض في حراسه المرمى. قلت لحضراتكم حارس المرمى لما يكون موجود في المستطيل الاخضر مستواه بيعلى، خصوصا حارس المرمى. ادي كوره على طول ناحيه الشمال، وادي كفر والرؤيه والتغطيه من عبد الرحمن حسان الجانب الايمن لصالح منتخب مصر. عايز يخلص هنا، لسه الكوره مش ماشيه مع اللاعب كريم بامبو رقم 9 في نص الملعب. اكتر من كوره ولكن لسه مصعد عوض مضغوط عليه، توصل لياسر ابراهيم. عبد الرحمن حسان ابتدى منتخب غانا يضغط على لاعيبه منتخب مصر في تلت الملعب، وده بقى بيولد الاخطاء. وادي التسديده، لازم هنا نخلص بسرعه وننقل من مرحلة الدفاع لمرحلة الهجوم، ولازم هنا على طول ينزل حسام غالي وصبري يستلم. ودي في راية هنا من المساعد الثاني سمير جمال. بقول لحضراتكم واحد من الوجوه الجديدة اللي موجودة هذا الموسم في القائمة الدولية هو ومحمود أبو رجال. النهارده قلت لحضراتكم كان في احتفالية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد جمال علام والكابتن عصام عبد الفتاح والكابتن أحمد مجاهد، معهم أعضاء اللجنة في تسليم الإشارات الدولية للحكام الدوليين لمصر مع بداية عام 2015. كرة مرة تانية تحضير ومحاولة في الجانب الأيمن لمنتخب غانا، ولكن هنا على طول يطلع محمد عادل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر. تحضير، توصل للاعب ايمانويل اشانتي، عدى من واحد وحطها على طول على حدود منطقه ال 18 ولكن ترجع ورا. منتخبنا بيحاول يقابل وبيحاول يعمل الضغط والبريس. توصل ناحيه الشمال لاوسي بافور في نص الملعب مره ثانيه، ومحاوله هنا للتسديد تخبط الكوره وتغير اتجاه وتطلع خارج الملعب. ضربه ركنيه من اللاعب رقم 7 سافرو جانفي. مصعد عوض هنا بينادي ان يكون في الضغط والبريس من البدايه، ما يسددش الراجل علشان هو يبقى عنده زاويه رؤيه. ضربه ركنيه لصالح منتخب غانا، واحد منتخب مصر لا شيء منتخب غانا. هدف من نصيب اللاعب رمضان صبحي في الدقيقه 16 من زمن الشوط الاول، داخلين على 23 دقيقه من زمن الشوط الاول. لقاء الودي بين مصر وغانا. ادي الكره على طول العرضيه وادي الراسيه، ولكن طالع الراجل لوحده خالص مفيش معاه رقابه لزايد السيرد باك بابا ميتشي اللي كان خد انذار الوحيد حتى الان في اللقاء بابا ميتشي. ادي طالع الراجل، لازم الحاجات دي طبعا سيرد باكات سواء ياسر ابراهيم او رجب نبيل يبقى المان تو مان يتسلم على طول من البدايه، خصوصا اللعيبه الافارقه قلت لحضراتكم طوال الخامه وبيمتازوا بضربات الراس. ضربه مرمى، كرة طولية من مصعد عوض مرة تانية توصل لرمضان صبحي. تحضير ناحية الشمال، تريزيجيه بيطلع محمد عادل جمعة يحاول يضغط هنا ولكن ياخد رمي التماس. محمد عادل معظم اللعيبة اللي موجودة قلت لحضراتكم لمنتخب مصر بتلعب أساسية مع الفريق الأول في فرقها، ايضا في البدلاء معانا ايضا مجموعه من اللاعبين اللي ممكن يكون ليهم دور في هذه المباراه يعتمد عليهم الكابتن حسام البدري، ولكن هو بيلعب النهارده بافضل العناصر اللي ممكن تحقق له هدفه كمدير فني في اللقاء وايضا اللقاءات القادمه. ضربه حره مباشره لصالح منتخب غانا على اللاعب محمد عادل جمعه من بدايه التجمع اللي بدا بيها الكابتن حسام البدري. كان اختار 36 لاعب في التجمع الاول، وصل معاه العدد في التجمع الاخير اللي موجود حاليا في معسكر مباراتي غانا في ملعب الدفاع الجوي 28 لاعب. مصعد عوض حارس مرمى منتخب مصر معاه في البدلاء حسن شاهين،
لاعب فريق البخولون العرب. مرة تانية منتخب غانا ناحية الشمال ومحاولة للاعب أوسي بافور. تحضير على طول. ترد مرة تانية لصالح محمود صبري. انطلاقة والتقدم من تريزيجيه حطيتها ولكن ورا كريم بامبو، ما كانش متوقع الكورة من تريزيجيه. كرة طولية محاولة هنا من منتخب غانا ولكن بثقة وثبات يطلع مسعد عوض، يبدأ هجمة ناحية اليمين على طول لعبد الرحمن حسان، ترجع لياسر إبراهيم ناحية الشمال اللي مركز عليها بشكل كبير جدا منتخب مصر من خلال المثلث محمد عادل جمعة وتريزيجيه، وبتضمنهم صبري او كريم بامبو. ادي الكره مره ثانيه، الضغط والبريس خلصها هنا بمهاره على طول منتخب غانا، واتاحت الفرصه هنا رائعه من حكم اللقاء محمود عاشور لصالح منتخب غانا، لكن على طول تخبط وتطلع رمي التماس. كان راجع هنا يعمل الجانب الدفاعي رمضان صبحي صاحب هدف المباراه الوحيد حتى الان، مباراه مصر وغانا المباراه الاولى. قلت لحضراتكم هنخوض لقاءين مع منتخب غانا، دي المباراة الأولى، وإن شاء الله يوم السبت القادم المباراة الثانية. كرة على طول طولية يطلع على طول بابا ميتشي. 27 دقيقة مشاهدينا متابعينا عبر شاشة التلفزيون المصري وقناة النيل الرياضة، وتقدم منتخب مصر الأولمبي بهدف على منتخب غانا، هدف من نصيب اللاعب رمضان صبحي في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول. تحضير ده منتخب غانا، قلت لحضراتكم ينقل كتير، بينقل وبيلاقي بعض. منتخب غانا بلاك ستارز، فكرة منتخب غانا على مستوى المنتخب الأول، وقع في مجموعة مع السنغال جنوب أفريقيا الجزائر في بطولة الأمم الأفريقية في غينيا الاستوائية، بطولة اللي بيغيب عنها منتخب مصر. كنا نتمنى إن شاء الله منتخبنا، ولكن إن شاء الله نعيد من جديد ترتيب الأوراق من جديد فيما هو قادم، ولكن تمثيل مصر في البطولة بحكمين جهاد جريشة وتحسين أبو السادات. أدي هجمة ومحاولة، سالم عايز يعمل حدود المنطقة، وأدي الكرة فين؟ رؤية فين هنا؟ الرؤية من رمضان صبحي حاططها على المغمض رمضان صبحي. قلت لحضراتكم في لحظات ممكن نعمل فيها إنكار الذات، وفي لحظات ممكن نعمل فيها بقى نقدر نقول الهجمات الواعدة. لازم اللعيب يكون عنده نوع من الطمع شوية في بعض الكور داخل منطقة ال 18. كابتن حسن الشاذلي أكيد يقدر يقول لنا كتير على هذه المواقف، ازاي اللعيب يقدر داخل منطقه ال 18 في كور ان هو خلاص مش محتاجه التمريره محتاجه التسديده. ودي كارت اصفر تاني مديه حكم اللقاء على محمد عادل جمعه في الكوره اللي فاتت، بطاقه صفراء الثانيه في اللقاء. ادي الكوره مره ثانيه، ودي سالم هنا حاططها على طول للاعب رمضان، هنا التسديده كانت مفروض، ودي هجمه لمنتخب غانا، ولكن على طول اللقطه اكيد هنشوفها ثاني مع مخرج اللقاء وليد فاروق في اللقطه اللي فاتت والهجمه اللي فاتت لصالح منتخب مصر، والتحضير من على حدود منطقه ال 18 من اللاعب محمد سالم لرمضان. رمضان فضل بقولت لحضراتكم ان هو يمرر، ما كانش شايف برؤيه جيده، كان ممكن التسديد يكون افضل. ضربه ركنيه لصالح منتخب غانا، اتلعبت الكره العرضيه على الزاويه البعيده، ولكن يا سلام يا سلام على مسعد عوض، يطلع على طول بالبوكس ويطلع مسعد مره ثانيه الكره العرضيه، وادي الكره يطلع مره ثانيه مسعد عوض، ولكن حذاري بقى حذاري يا مسعد، في كل كره ممكن تطلع في واحده الثانيه تلاقيها على طول محطوطه في الشباك. في لحاجات قلت لحضراتكم من مسعد عوض، الكرة الأولانية كانت صح الصح، الكرة الثانية ما كانش مفروض مسعد يطلع فيها لأن طلع كتير جدا جدا. أدي الكرة، لأن لو كان اللاعب هنا حط الكرة كان المرمى خالي تماما، ولكن الحمد لله تطلع الكرة خارج الملعب. أدي اللقطة الأولى هنا تمام التمام، مسعد يطلع المفروض بقى يرجع هنا ويأمن على طول منطقته، ولكن طلع برضه في الكرة الثانية. عموما مرة تانية منتخب مصر في الجانب الأيمن، كريم بامبو، تحضير على طول عبد الرحمن حسان، ياسر إبراهيم، محمد عادل جمعة ناحية الشمال، أكيد تريزيجيه، لازم تريزيجيه في الجبهة الشمال يمضي على كل كورة، عامل بولت لحضراتكم إزعاج ناحية الشمال، لا تريزيجيه
ثلاث اربع نقلات كده ناحيه الشمال، مستنيين طبعا يعملوا هجمه. منتخب مصر رمضان صبحي بيرجع ورا رمضان، لان قلت لحضراتكم كل منتخب غانا لما بياخد الكوره بيرجع في نص ملعبه علشان يضيق المساحات على منتخب مصر، علشان كده بينقل على طول ناحيه الشمال. وممكن هنا، ولكن على طول حارس المرمى يطلع، على طول حارس المرمى واخد كورته متوكل سيدي في الكوره اللي فاتت، وادي وجها لوجه مصعب عوض. الكوره اللي فاتت اللي طلع بقولت لحضراتكم في الكادر هنا تمام التمام، منتهى البراعه والقوه في اللقطه اللي فاتت، ولكن الثانيه مسعد طلع كده مسافه كبيره جدا وحاططها في نقدر نقول القلب. لازم حارس المرمى لما يطلع ياخد بالبوكس لازم ياخد على الطرفين على الجنبين، ولكن الكوره اللي فاتت كانت على حدود منطقه ال 18. في شك كل المباريات بتبقى دروس مستفاده سواء للاعبين او للحراس، وايضا ما فيش مباراه بدون اخطاء، لان هي المباريات هي اللي بتوصل المستوى الفني لدرجه عاليه جدا جدا. مباراه تلو الاخرى اكيد الكلام ده كله بيأيده خارج الخطوط مدرب حراس المرمى او الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، ومعاه الكابتن ابراهيم عبد العزيز. ادي الكره مره ثانيه تحضير على طول ومحاوله، ابتدى ينشط منتخب غانا في الدقايق اللي فاتت. ابتسامه بين حكم اللقاء والمساعد الثاني سمير جمال، معاه مساعد اول ابو العلا، والحكم الرابع الدكتور محمد معروف. قلت لحضراتكم وجوه جديده ان شاء الله نتمنى لها التوفيق في عنصر التحكيم فيما هو قادم. مره ثانيه منتخب غانا جانب الايمن، ودي الكره العرضيه ولكن على طول سهلة في ايد مصعب عوض. 31 دقيقة من زمن الشوط الأول، مصر 1 غانا لا شيء. مباراة الدولية الودية بين مصر وغانا استعدادا لمباراة كينيا إن شاء الله في الأول من مارس، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأفريقية في الكونغو. هذه الكرة لصالح منتخب غانا ناحية الشمال، أوسي بافور لاعب سريع، أوسي بافور اوسي عدى بمهارة، اوسي بافور والعرضية، وسلام يا سلام هنا على التغطية رائعة جدا من اللاعب ياسر ابراهيم، قفل الزاوية وياخد منتخب غانا ضربة ركنية في اللقطة اللي فاتت عن طريق اللاعب اوسي بافور. مسعد هنا بيمسك المان تو مان، قلت لحضراتكم منتخب غانا ابتدى ينشط. منتخب مصر كان بادي ومسيطر على معظم فترات الشوط الأول، ابتدى منتخب غانا ينشط كده بقى لنا خمس ست دقايق. اوسي بافور على تنفيذ الضربه ركنيه، اتلعبت الكره العرضيه ولكن على طول يطلع منتخب مصر، لسه كره فيها خطوره، وادي الكره مره ثانيه يطلع على طول ياسر ابراهيم، توصل للاعب جونسون اباتونج يفتح ناحيه الشمال، ولكن اعتقد في رايه وتسلل هنا على اوسي بافور في الكره اللي فاتت. معانا طبعا في الحالات التحكيميه الكابتن رضا البلتاجي حكمنا الدولي للحالات التحكيميه في مباراه اليوم من خلال استاد النيل، الزميل طارق سعده. ادي على طول هنا صبري، محمود صبري لاعب فريق انبي في وسط الملعب. عموما ضربه حره غير مباشره نتيجه التسلل، على طول راسيه ترد مره ثانيه لصالح منتخب مصر ناحيه الشمال. تريزيجيه، لازم تريزيجيه يبقى بقول لحضراتكم معاه المسانده والسبورت طالما احنا مركزين طول الشوط الاول في الجبهه الشمال. مره ثانيه يرجع ورا لتريزيجيه، عايز يغير برؤيه كده ناحيه اليمين ناحيه رمضان صبحي. رمضان عايز يحضر على كورته. ادي عبد الرحمن حسان، اول مره اشوف عبد الرحمن هنا في المنطقه دي. عبد الرحمن حسان المفروض يعمل المسانده والزياده العدديه في الجانب الايمن زي ما بيعمل ناحيه الشمال محمد عادل جمعه في المسانده مع تريزيجيه. مره ثانيه اوسي بافور حطيتها على طول لإيمانويل اشانتي، ترجع ورا لارنس لارتي عايز يفتح في الجانب الايمن لسافرو جانفي. جانفي باتاجي توصل لعبد اللطيف عبد الله لباتاجي، تحضير على طول للاعب كيندي اشي. كيندي ثلاث اربع نقلات
يغير برؤيه جميله في الجانب الايمن لسافرو جامبي، وادي سافرو جامبي عايز يعمل العرضيه تخبط ترد مره ثانيه المنتخب غانا، وادي التسديده ولكن خارج الملعب، تسديده اللاعب سافرو جامبي خارج الملعب تطلع الكوره ضربه مرمى، بينقله حلوه على فكره منتخب غانا، بيلاقوا بعض كويس، منتخب جيد، مباراه بقول لحضراتكم جيده لصالح منتخب مصر. من اعلى نقطه في ملعب الدفاع الجوي كابتن حسام البدري، شفتوا كده بيقوم مجموعه من اللاعبين للتسخين. هل هنشوف بقى تبديل فيما هو قادم لصالح منتخب مصر؟ تحضير على طول منتخب غانا، قلت لحضراتكم ابتدى ينشط، علشان كده الكابتن حسام البدري فكر فيه ان هو ينشط بقى، حاسس ان في بعض اللعيبه ابتدت ان هي تقل شويه. وادي الجهاز الفني والاداري لصالح منتخب مصر وبدلاء منتخب مصر، شفنا في الكادر كره على طول مره ثانيه، الاستلام هنا من بامبو ولكن اطول من اللازم، لسه بقولت لحضراتكم كريم بامبو لسه مستواه اللي احنا متعودين عليه من خلال اداء كريم بامبو ومجموعه من العناصر، قلت لحضراتكم زي رمضان صبحي وتريزيجيه اللي عاملين حاله جيده جدا مع فرقهم في الدوري المصري. ادي على طول رمضان صبحي نجم النادي الاهلي رمضان وصاحب هدف اللقاء الوحيد حتى الان، عايز يحط الكره البينيه لكريم بامبو، ممكن هنا ممكن هنا، اعتقد ايه ركله جزاء، ركله جزاء على طول مديها حكم اللقاء، لسه وقلت لحضراتكم كريم بامبو يعني لسه، ولكن الراجل نجح ان هو ياخد ركله جزاء لصالح منتخب مصر. ادي كريم على طول استلم هنا، وعلى طول حكم اللقاء محمود عاشور ادى القرار بركله الجزاء لصالح منتخب مصر في الكوره اللي فاتت، على طول هنا التلامس هنشوفه ونتابعه اكيد مع حكمنا الدولي كابتن رضا البلتاجي، محمود عاشور حكمنا الدولي وتريزيجيه على تنفيذ ركله الجزاء وجها لوجه امام متوكل سيدي تريزيجيه وعلى طول تريزيجيه الهدف الثاني لصالح منتخب مصر من ركله جزاء، حاططها على طول تريزيجيه على يمين حارس المرمى متوكل سيدي لتعلن عن الهدف الثاني لصالح منتخب مصر من ركله جزاء نتيجه عرقله اللاعب كريم بامبو. الدقيقه 37 تريزيجيه بيعلن عن الهدف الثاني لصالح منتخب مصر، اتنين مصر لا شيء غانا. هدف الاول كان من نصيب اللاعب رمضان صبحي في الدقيقه 16، دقيقه 37 تريزيجيه يعلن عن الهدف الثاني لصالح منتخب مصر. تحضير منتخب غانا اللي قلت لحضراتكم يعني كان بقاله خمس ست دقايق كده بينشط في النواحي الهجوميه، ولكن على طول بيرد منتخب مصر بالهدف الثاني عن طريق اللاعب تريزيجيه من ركله جزاء، ودفع في الكوره اللي فاتت على تريزيجيه مره ثانيه كوره وتغيير اتجاه ناحيه كريم بامبو، ولكن توصل للاعب لارتي يرجع، وهنا الضغط ولكن على طول يطلع متوكل سيدي. منتخب مصر قلت لحضراتكم بيجيد اللعب من رجل لرجل، بيلاقوا بعض كويس جدا، مجموعه من العناصر اصحاب المهارات زي رمضان صبحي وتريزيجيه، ومن تحتيهم بيعمل السبورت والمسانده حسام غالي مع محمد سالم. ادي الكوره هنا لافضل اللاعبين، اللاعب رقم 11 اوسي بافور بياخد ضربه حره مباشره مهاري، اللاعب رقم 11 اوسي بافور، ولكن هنا العرقله من محمود صبري، وادي ركله الجزاء اللي احرز منها تريزيجيه الهدف الثاني، حاططها والله حلوه بقوه في زاويه ما يقدرش حارس المرمى يعمل لها حاجه. تريزيجيه كابتن تيم منتخب مصر، اثنين مصر لا شيء غانا، ضربه حره مباشره لصالح منتخب غانا. مصعب عوض في حراسة المرمى ولكن الكرة خارج الملعب، تطلع ضربة مرمى لصالح منتخب مصر، بيشرف طبعا على المنتخب الكابتن حمادة المصري عضو مجلس إدارة والمشرف على منتخب مصر، موجود معانا في المقصورة
السيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. وادي فرحة الهدف وتريزيجيه كابتن تيم منتخب مصر الأولمبي. رمي التماس. تحضير. داخلين على 40 دقيقة من عمر الشوط الأول. 2 مصر لا شيء غانا. 5 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول غير الوقت طبعا المحتسب بدل الضايع. هل ممكن نشوف هدف ثالث لمنتخب مصر فيما هو قادم؟ ممكن والله. مرة تانية محاولة ناحية الشمال على طول، والعرضية من محمد عادل جمعة ولكن خارج الملعب. من عادل جمعة الجانب الأيسر لصالح منتخب مصر، بدلاء والجهاز الفني لمنتخب غانا بقيادة المدير الفني لمنتخب غانا أكوا. كان على فكرة قبل كده ماسك منتخب غانا الأول كواسي إبوا، كان مدير فني للمنتخب الأول، دلوقتي على فكرة بيدرب فريق الخرطوم السوداني. تحضير على طول من كريم بامبو ناحية الشمال من تريزيجيه جمعة. محمد عادل عمل الكرة العرضية ولكن على طول تطلع الكرة ركنية لصالح منتخب مصر. تغطية كانت من اللاعب إيمانويل أشانتي. سيطرة والاستحواذ والأفضلية والأرقام والنتيجة في صالح منتخب مصر حتى الآن في الشوط الأول. بنلعب في الدقيقة 42 وده عنوان الهدف الأول لمنتخب مصر اللي أحرزه اللاعب رمضان صبحي. وشفنا قبل لحظات الهدف الثاني من تريزيجيه، الكرة العرضية طلع على طول إيمانويل أشانتي، توصل لأوسي بافور يرجع، وممكن هنا الضغط والبريس ولكن على طول توصل الكرة في نص الملعب لصالح منتخب غانا. ناحية اليمين محاولة هنا للتحضير من اللاعب عبد اللطيف عبد الله. كرة طولية من باتاجي. حاول هنا منتخب غانا يقلل الفارق ولكن ناجح حتى الآن رباعي خط الظهر بقيادة ياسر إبراهيم ورجب نبيل، ومعاهم الطرفين محمد عادل جمعة عبد الرحمن حسان في إفساد هجمات منتخب غانا. أوسي بافور أطول من اللازم ولكن حكم اللقاء مدي أوسي بافور أفضل اللاعبين من وجهة نظر الشخصية المتواضعة أوسي بافور في منتخب غانا. كورته حلوة وعنده رؤية وبياخد ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب غانا. بابا ميتشي لباتيجي، توصل لعبد اللطيف، عايز يغير عبد اللطيف ولكن بدون عنوان، أطول من اللازم تطلع كرة خارج الملعب ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح منتخب مصر على التنفيذ مسعد عوض. شوف الحكم الرابع الدكتور محمد معروف هيدينا وقت بدل ضايع قد ايه. مرة تانية منتخب مصر بيحاول يحضر في منطقة ال 18. عبد الرحمن حسان، عبد الرحمن عايز يغير ناحية الشمال ولكن ما توصلش الكورة، قاطعها على طول اللاعب أشانتي، توصل لمحمد عادل يرجع ورا خالص. استلام ولكن في راية هنا من أحمد أبو العلا المساعد الدولي الأول. أحمد أبو العلا مد القرار بالضربة الحرة المباشرة لصالح منتخب مصر في اللقطة اللي فاتت، ودي إشارة الوقت بدل ضايع دقيقة، بيشاور هنا للحكم الرابع بدقيقة وقت بدل ضايع. مرة تانية ناحية اليمين عبد الرحمن حسان عايز يعمل مشوار، عدى والله وعمل العرضية، تبحث عن الرأسية ولكن على طول يطلع حارس المرمى. فين المتابعة هنا؟ يطلع على طول متوكل سيدي، متوكل سيدي من أمام محمد سالم، كانت ممكن تكون عنوان الهدف الثالث. مرة تانية هنا الضغط والبريس
توصل الكرة على طول خارج الملعب، رمي التماس مديها حكم اللقاء كابتن حسام البدري، حتى الآن ناجح في القيادة الفنية في الشوط الأول وأيضا في تحقيق هدفه بالتقدم بهدفين في الشوط الأول. رمضان صبحي، رمضان تحضير مع عبد الرحمن حسان، وادي محمد معروف الحكم الدولي بيدي دقيقة وقت بدل ضايع، فكرة تم اختياره في حكام النخبة الأفريقية تحت الثلاثين عام الألفة والأول على التحكيم، ودي إشادة طبعا من خلال الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام الرأسية. وادي كورة، ولكن على طول هنا كانت الضغط على طول والمحاولة من جونسون أباتونج، هيرب جونسون، وكان ممكن تكون عنوان هدف أول لمنتخب غانا. قلت لحضراتكم منتخب غانا لما بيمسك الكورة بيبقى شكله كويس. ادي الكرة اللي فاتت هرب هنا من رقابة عبد الرحمن حسان ورجب نبيل اللاعب اوتوبونج جونسون في اللقطة اللي فاتت، كرة على طول ولكن صافرة حكم اللقاء. مشاهدينا متابعينا عبر شاشة التلفزيون المصري وقناة نيل الرياضة، محمود عاشور يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين لا شيء منتخب غانا. حتى نلتقي وأحداث الشوط التالي، لكم تحياتي المعلق الرياضي سامح الشرباجي، إلى اللقاء. حسان ونزول محمد هاني وتبديل آخر بمحمد، هنشوف طبعا، ما شفناش طبعا الإشارة، ولكن هنا صافرة حكم اللقاء محمود عاشور تعلن عن بداية الشوط الثاني. هيبقى منتخب مصر بالزي الأحمر على يمين الشاشة ومنتخب غانا بالزي الأبيض على شمال الشاشة. منتخب غانا ما أجراش أي تبديل مع بداية الشوط الثاني. أدي الكورة محمد عادل جمعة، على طول توصل الكورة لياسر، ترد مرة ثانية في نص الملعب من اللاعب محمود حسن، واحد من البدلاء اللي نزلوا في بداية هذا الشوط. توصل الكرة على طول في الجانب الأيمن لصالح منتخب مصر، مرة تانية توصل من محمد عادل جمعة لمسعد عوض في حراسة المرمى. أيضا جميع البدلاء اللي موجودين معانا في دكة البدلاء بيجروا عملية الإحماء. النهارده بقول لحضراتكم التبديل مفروض زي ما اتفقوا قبل المباراة إنه يكون تبديل ست لاعبين في المباراة الودية. دي محمد عادل جمعة ولكن على طول يطلع، المفروض يطلع بسرعة. راية هنا ولكن اتاحت فرصة كانت من حكم اللقاء، على طول إداها في الكرة اللي فاتت محمود عاشور، كانتش باينة طبعا في الكادر ولكن أنا شايفها هنا من أعلى نقطة في ملعب الدفاع الجوي. مرة تانية عايز يعمل هنا رفعة هات وخد على حدود المنطقة، ولكن رمضان صبحي ما كانش رابط في الكورة اللي فاتت رمضان صبحي مع اللاعب تريزيجيه، أفضل العناصر زي ما أشاء طبعا الاستوديو التحليلي في قناة النيل بثلاثي وسط الملعب صبحي وتريزيجيه. وادي تسديدة على طول من رفعت على فكرة من اللعيبة أصحاب المهارات الخاصة، أحمد رفعت من اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة، أحمد رفعت لاعب نادي إنبي. ادي الكرة والتسديدة ولكن على طول في إيد حارس المرمى متوكل سيدي. مرة تانية التحضير، سيطرة والاستحواذ، هنشوف طبعا الكابتن حسام البدري المدير الفني قال إيه للاعيبته منتخب مصر الأولمبي في فترة الاستراحة بين شوطي اللقاء. ادي الكرة على طول والتحضير على طول هنا محمود في نص الملعب، ولكن حكم اللقاء محمود حمد رقم 13 لاعب النادي الاسماعيلي، ودي كارت اصفر مديه حكم اللقاء محمود عاشور للاعب رقم 7 في تدخل جامد جدا مع محمد عادل في اللقطه اللي فاتت للاعب رقم 7 بطاقه صفراء صفرو جانفي، بياخد كارت اصفر في الكوره اللي فاتت لصالح منتخب مصر محمد عادل. ادي الكوره بتاعت محمد عادل اللي كان فيها اتاحه الفرصه، هنا صفر على اساس فاول، هنا الرايه شايفينها حضراتكم باينه هنا تحت فعلا، ولكن عاشور قال بلاي اون، قال العب خلاص في ان هي تكون يعني بناء هجمه، ولكن على طول تحضير هنا لمنتخب مصر. توصل الكوره لمنتخب غانا، رد على طول حمد
نجم النادي الاسماعيلي، بنقول سلامات للمتولي ويعود من جديد للمستطيل الاخضر، لاعب النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر الومضي، ايضا الوحش اللي بيغيب عن اللقاء للاصابه، كان موجود معاهم في المعسكر الوحش ولكن جات له اصابه كده زي ما قال الكابتن ايمن حافظ مدير المنتخب الاولمبي. كره على طول الطوليه لصالح منتخب غانا، منتخب غانا الاولمبي زي ما اشدنا في قلت لحضراتكم الشوط الاول باداء منتخب غانا وتحديدا اللاعب رقم 11 اوسي بافور اللاعب المهاري، وزي ما اشاد بيه الاستوديو التحليلي من خلال قناه النيل للرياضه. منتخب غانا قلت لحضراتكم على مستوى المنتخب الاول في مجموعه تضم السنغال، جنوب افريقيا، الجزائر. ادي اول تبديل لمنتخب غانا، اشاره بنزول اللاعب رقم 3 في تشكيله منتخب غانا، تاميني مونتاري رقم 7 خرج، سافرو جامبي ونزل رقم 3، تاميني مونتاري، رمي التماس لصالح منتخب مصر ناحية الشمال محمد عادل جمعة. شفنا هنا بقى رفعت هو اللي جه ناحية الشمال وراح تريزيجيه ناحية اليمين، هل تريزيجيه بقى هو كلمة السر في اللقاء؟ يفرق كتير جدا لما يكون عندك لعيب بيلعب في كذا مركز وفي كذا وضعية في أرضية الملعب. ادي رفعت واعتقد كارت أصفر واضح وصريح بدون يعني تردد، هيكون في الكرة اللي فاتت على طول. محمود عاشور حتى الآن بطاقاته الصفراء تمام التمام، كارت أصفر على جودفريس أشانتي، بطاقة صفراء. الكرة اللي فاتت رفعت عدى وراح الراجل وكان هيعدي ب سرعته ولكن على طول تدخل قوي جدا جدا هنا في اللقطه اللي فاتت من اللاعب جودفريس اشانتي. احمد رفعت عامل الزياده الهجوميه ناحيه الشمال وراح تريزيجيه ناحيه اليمين. الشوط الاول كان تريزيجيه هو اللي بيقود الجبهه الشمال لصالح منتخب مصر. ضربه حره تريزيجيه في 18 شايف محمد سالم رأس الحربة وقرب له هنا محمد عادل ولكن اتثابت لتريزيجيه، جه من اليمين للشمال. تريزيجيه هو المتخصص بالتبعية في الضربات الثابتة، تريزيجيه حاططها على حدود المنطقة تحضير، وادي التسديدة والمحاولة ولكن حسام غالي فين يا غالي؟ خارج الملعب حسام غالي، تسديدة حسام غالي خارج الملعب تخبط وتغير اتجاهها وتطلع ضربه ركنيه اتلعبت بسرعه لمحمد عادل جمعه، عرضيه من محمد عادل ولكن على طول بيحاول هنا ولكن اطول من اللازم في ايد حارس المرمى، عايز يعمل هجمه بسرعه. بيحاول منتخب مصر هنا يضغط في الجبهه اليمين ولكن على طول توصل للاعب كيندي اشي، عايز يحط الكره الطوليه، تحضير في نص الملعب لصالح منتخب غانا. قلت لحضراتكم مجموعه منتخب غانا في امم افريقيا على مستوى الفريق الاول وباقي المجموعات في بطوله الامم الافريقيه اللي هتقام في غينيا الاستوائيه. غينيا الاستوائيه المجموعه الاولى مع بوركينا فاسو، الجابون والكونغو، المجموعه الثانيه زامبيا، تونس، الكونغو الديمقراطيه والراس الاخضر، المجموعه الثالثه اللي فيها غانا، السنغال، الجزائر، جنوب افريقيا، والمجموعه الرابعه فيها مالي، ساحل العاج، وغينيا والكاميرون. دي المنتخبات اللي مشاركه في بطوله الامم الافريقيه. كره تغيير اتجاه اللعب من حمد في الجانب الايمن توصل على طول لمحمد هاني، بيحاول يحضر هنا في وسط الملعب، توصل الكره لحمد، حمد بيحاول يوسع لنفسه، تحضير مع تريزيجيه برؤيه مفيش اجمل من كده، عايز يحط تريزيجيه ولكن تغطيه على طول كانت من نصيب لاعب منتخب غانا جودفريس اشانتي. مره ثانيه باتاجي عايز يعمل الكره الطوليه باتاجي ولكن على طول محضن على كورته ياسر ابراهيم ويسيبها لمسعد عوض، تحضير وبناء هجمه لرجب نبيل لاعب فريق وادي دجله. حسام غالي حاول هنا للتحضير لتريزيجيه، ابتدى ينزل كتير جدا تريزيجيه يستلم في وسط الملعب. حمد رفعت
حضن على كورته من افضل اللعيبه اللي بتحضن على الكوره كويس جدا ويحتفظ بيها. احمد رفعت ناحيه الشمال، محمد عادل جمعه يعمل العرضيه ولكن على طول الكفر هنا والتغطيه للاعب بابا ميتشي توصل للبديل رقم 3 ناميتي مونتيري. ناحيه الشمال للمهاري اوسي بافور عايز يحط كوره ولكن في رايه هنا من المساعد الاول احمد ابو العلا مساعد الدولي طاقم تحكيم. قلت لحضراتكم النهارده الشاره اللي موجوده دي شاره 2015 اول مباراه بالشاره الجديده لعام 2015. ضربه حره غير مباشره وادي تبديل اخر لمنتخب غانا بنزول اللاعب رقم 9 على حساب اللاعب رقم 17. بينزل اللاعب كومي انتاك رقم 9 بيلعب في وسط الملعب. كومي ابتدى بقى منتخب غانا يفكر في تنشيط النواحي الهجومية لتقليل الفارق وتقدم منتخبنا بهدفين مقابل لا شيء على منتخب غانا. نزل كومي وقبل كده نزل مونتيري مرة تانية. ممكن هنا المحاولة لمنتخب مصر محاولة وياخد ضربة مرمى منتخب غانا ما يلحقش هنا في اللقطة اللي فاتت تريزيجيه. والله محمد سالم اللي كان في الكورة اللي فاتت اللاعب رقم 21 تطول من محمد سالم وتطلع خارج الملعب ضربة مرمى. لاعب فريق المقاولون العرب توليفة عملها الكابتن حسام البدري من أفضل العناصر اللي موجودة في الدوري المصري في السن ده تحديدا. ولكن باين وزي ما قال بقول لحضراتكم نجومنا في الاستوديو التحليلي وقالوا ان فعلا اللعيبه اللي موجوده في المستطيل الاخضر وبتلعب اساسي بشكل دايم مع فرقها هي اللي مستواها بيفرق جدا جدا. علشان كده قلت لحضراتكم لعيب الكوره زي السمك، زي السمك يعني ما يطلعش من الميه، لازم اللعيب يكون موجود في المستطيل الاخضر بشكل كبير جدا جدا، مستواه بيعلى مباراه تلو الاخرى. دكه البدلاء بتقلل المستوى الفني و عدم حرص اللاعب ان هو يكون موجود في التشكيله الاساسيه بيقلل من مستواه الفني سواء انت كنت مين في عالم الساحره المستديره. ياما شفنا نجوم على مستوى عالي جدا في المهارات الفرديه الخاصه ولكن بيكون خارج التشكيله الاساسيه مستواه بينزل. النهارده بنشوف تريزيجيه عامل حاله مع النادي الاهلي ورمضان صبحي كريم بامبو مجموعه من العناصر. محمد هاني ابتدى يخش ايضا ياسر ابراهيم في نادي الزمالك، محمد سالم في المقاولين، ورجب نبيل في وادي دجله، وايضا حمد في النادي الاسماعيلي والوحش، وايضا شكري نجيب اللي موجود معانا في دكه البدلاء لصالح منتخبنا الوطني. احمد رفعت موجود امام حضراتكم في الكوره اللي فاتت وضربه ركنيه لصالح منتخب مصر. ضربه ركنيه وفي اشاره هنا بالتبديل، هنشوف تبديل لصالح منتخب غانا. بيستعد اللاعب رقم 13 عبد الله ابو سعيد ادم، هينزل عبد الله مكان اللاعب رقم 18 جونسون اوبونج، ونزل عبد الله ابو سعيد ادم رقم 13. اتلعبت كرة العرضية ودي الكرة ولكن على طول تعدي بغرابة شديدة جدا جدا هنا من خلال منتخب مصر. اسماعيلي على فكرة باع جون انطوي للشباب السعودي ب 2 مليون و 200 الف دولار. النادي الاسماعيلي صفقة طبعا طيبة جدا جدا للنادي الاسماعيلي جون انطوي، والنادي الاسماعيلي تملي بقول لحضراتكم بينجح ان هو يجيب مجموعه من اللعيبه الافارقه اللي بتبقى حاله واضافه من ينسى جون اوتاكا وغيرهم من النجوم. ادي تبديل اخر خارج الخطوط، هنشوف لسه اللاعب رقم 19 في تشكيله منتخب مصر يستعد للنزول على حساب محمد سالم. مصطفى فتحي نجم نادي الزمالك، مصطفى فتحي مكان سالم.
محمد سالم بيخرج، بينزل مصطفى فتحي رقم 19 لمنتخب مصر الاولمبي، كان جاب هدف في لقاء على فكره المغرب ومصر اللي انتهى 2-1 في مدينه فاس بالمغرب. كان مصطفى فتحي هدف، وشكري نجيب كان جاب هدف. قلت لحضراتكم شكري نجيب جايب 4 اهداف مع منتخب مصر في مشوار المباريات الوديه. الكره هنا بتسلل، الحالات التحكيميه هتكون مع الحكم الدولي الكابتن رضا البلتاجي من خلال استوديو قناه النيل الرياضه. تبديل اخر بنزول اللاعب رقم 2 في تشكيله منتخب غانا بيتر اودرو، لاعب فريق بتروجيت في الدوري المصري بيتر اودرو. وخرج اللاعب رقم 6 بابا ميتشي بيتر اودرو، ضربة حرة مباشرة مديها حكم اللقاء محمود عاشور. اتلعبت الكرة بسرعة، محاولة للتحضير، ولكن الشوط الثاني حتى الآن أقل في المستوى الفني من الشوط الأول لصالح منتخب مصر. كان الأفضلية والغلبة في الشوط الأول لعب ونتيجة لصالح منتخب مصر، والتقدم بهدفين داخلين على ربع ساعة من زمن الشوط الثاني. 2-0 لا شيء منتخب غانا في إطار المباراة الدولية الودية. استعدادات منتخبنا لمباراة كينيا في التصفيات الأفريقية لدورة الألعاب. أيضا منتخبنا هيخوض أيضا تصفيات الأولمبيات القادمة. هنا الدفعة في الكرة اللي فاتت من مصطفى فتحي. منتخب مصر مع منتخب كينيا هيقابل الفائز فيهم، الفائز من مباراة الكونغو وبروندي. نتمنى التوفيق إن شاء الله في لقاء كينيا أولا، ثم في ما هو قادم سواء الكونغو أو بروندي، علشان نوصل للمحطة الأخيرة في تصفيات دورة الألعاب الإفريقية بالكونغو. ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب غانا، اتلعبت كده قصيرة والتسديدة، ولكن على طول يا سلام يطلع على طول مسعد بمنتهى الخطورة في اللقطة اللي فاتت، ولكن على طول تطلع الكرة ضربة مرمى. مسعد عوض يتصدى لتسديدة اللاعب رقم 8 في منتخب غانا، تسديدة قوية من عبد اللطيف عبد الله، ولكن مسعد عوض يطلع مسعد. والله ده 10 اللي كان في اللقطة اللي فاتت. كيندي آشي التحضيرة كانت من 8، والتسديدة على طول قوية من بين الحائط كده تعدي، ولكن سرعة رد الفعل هنا من حارس المرمى مسعد عوض في اللقطة اللي فاتت من تسديدة اللاعب كيندي آشي. تصفيات الألعاب الأفريقية هتقام في الكونغو. منتخب مصر قلت لحضراتكم مع كينيا هيقابل طبعا الفائز من الكونغو مع بروندي. عندنا 20 منتخب على فكره بيستعدوا في الجوله الاولى من خلال التصفيات. الجوله الاولى عندنا بوركينا فاسو مع ليبيا، وكوت ديفوار مع غينيا بيساو، الكونغو مع بروندي، مصر كينيا، الجابون هتقابل نيجيريا، وزامبيا هتقابل مدغشقر، مالي مع تونس، واحده هات وخد كده على حدود منطقه ال 18 لصالح منتخب مصر مقطوعه، موزمبيق هتقابل اوغندا، سوازيلاند مع زيمبابوي، واثيوبيا مع السودان. دي لقاءات الجوله الاولى من التصفيات الافريقيه المؤهله لدوره الالعاب الافريقيه بالكونغو. بعد كده هنشوف جوله ثانيه لو مصر فازت على كينيا ان شاء الله. عندنا لقاءين، لقاء اول هيكون في الاول من مارس، ويوم 6 و7 مارس اللقاء الثاني، ودي تسديده قويه لكن خارج الملعب من اللاعب رقم 8 في منتخب غانا، تسديده من عبد اللطيف عبد الله، ولكن الكره على طول بجوار القائم الايمن لمسعد عوض. تقام ان شاء الله على فكره نهايات البطوله في الكونغو في الفتره من 3 الى 18 سبتمبر 2015، يعني شهر 9 القادم ان شاء الله. منتخب مصر كينيا اولا، ثم يفكر بعد كده في ما هو قادم باذن الله، يتخطى العقبه الاولى، ولكن استعداد جيد بهذه المباراه مع منتخب غانا. مباراه ثانيه ان شاء الله هتكون يوم السبت القادم، ايضا مباراه وديه دوليه بين مصر وغانا. منتخب مصر قلت لحضراتكم لقاءين مع المغرب، ولقاءين مع عمان، ولقاء مع السودان. دي المباريات اللي خاضها على المستوى
الدولي الودي غير المباريات المحليه. ابتدى يطلع تدريجي كده الكابتن حسام البدري محطه محطه. وادي انطلاقه اللاعب محمد عادل جمعه ناحيه الشمال. جابها الشمال كانت افضل كتير جدا في الشوط الاول لما كان موجود مع محمد عادل جمعه تريزيجيه احمد رفعت واحد من البدلاء اللي نزلوا مع بدايه الشوط الثاني. ادي الكره العرضيه مفيش رايه وادي الاستلام وممكن هدف ممكن هدف مش ممكن مش ممكن. كل لاعيبه منتخب غانا وقفت على اساس ان كره تسلل ياسر ابراهيم اللي طبعا طلع وزاد وعدى في الكره اللي فاتت. ادي الكره بالفعل تمام تمام تمام. المساعد الثاني هنا سمير جمال بالفعل بالفعل قرار تمام تمام. كره المباراه ولقطه جميله جدا على المستوى التحكيمي. ادي الاستلام بالفعل ما كانش في وضعيه تسلل تمام وضعيه اللاعب ياسر ابراهيم وتمركز جيد جدا من المساعد الثاني. وهنا فرصه ضيقه فرصه ضيقه. الراجل اللي كان طالع هو الباك رايت هو اللي كان طالع متاخر جدا. مش ممكن مش ممكن يا ياسر. ياسر على الطريقه الدفاعيه ياسر على الطريقه الدفاعيه في اللقطه اللي فاتت. ولكن محتاجه بقى محتاجه هنا توجيه. ده انت وجه لوجه يا ياسر مع مرمى متوكل سيدي كانت ممكن تكون عنوان الهدف الثالث لصالح منتخب مصر. سيطره لمنتخب مصر. احمد رفعت محمد عادل جمعه محاوله هنا للتحضير. تريزيجيه ابتدى يجي ناحيه الشمال مره ثانيه. اللي قلت لحضراتكم كان تريزيجيه لما كان موجود ناحيه الشمال كان عامل حاله في الشوط الاول بمسانده كريم بامبو اللي خرج وكان ايضا رمضان صبحي. مرة تانية المحاولات توصل لصالح منتخب غانا. مرة تانية الضغط والبريس ناجحين منتخبنا ان هم يستخلصوا الكرة في نص الملعب. ممكن هنا تكون عنوان هدف ثالث ولكن اتأخر مصطفى فتحي في اللقطة اللي فاتت في التمرير. مرة تانية منتخب غانا ناحية اليمين اللاعب البديل اللي نزل في الشوط الثاني لصالح منتخب غانا إيزاك كومي. مرة تانية رفعت ممكن يعمل مشوار عايز يعمل واحد اثنين هات وخد ولكن ما كانش رابط في اللقطة اللي فاتت مصطفى فتحي. مرة تانية منتخب غانا للقصير أوسي بافور. مرة تانية لكاندي أوشو. منتخب غانا في نص الملعب قطع وخلص هنا على طول رجب نبيل لاعب فريق وادي دجلة في قلب دفاع منتخب مصر. كرة طولية ولكن تطلع خارج الملعب رمي التماس لصالح منتخب مصر. رمي التماس محمد عادل جمعة تحضير مع تريزيجيه. ابتدى بقى تريزيجيه يجي ناحية الشمال في اللقطة اللي فاتت كان بادي الشوط الثاني على فكرة ناحية اليمين رجع تاني ناحية الشمال خد تعليمات من الكابتن حسام البدري. خارج الخطوط هنشوف بيستعد كهربا محمود عبد المنعم كهربا هنشوف هينزل على حساب مين. كان بيجري عمليه الاحماء خارج الخطوط. كان اخر مباراه اللي فاز فيها منتخب مصر على منتخب السودان كان كهربا احرز هدفين لصالح منتخب مصر من الخمس اهداف. كان اضاف رامي ربيعه وشكر نجيب ومصطفى فتحي ثلاث اهداف. ضربة حرة مباشرة على ياسر ابراهيم اضع فرصة ياسر كانت ممكن بقول لحضراتكم تكون عنوان الهدف الثالث لصالح منتخب مصر. ضغط رفعت خلصوها لعبة منتخب مصر وتمريرة كده خلف المدافعين. السرعة السرعة فين تفرق ولكن اطول من اللازم اطول من اللازم. الكرة اللي فاتت ما يقدرش هنا مصطفى فتحي يلحق. تمريرة رفعت تريزيجيه هات وخد. تحضير لصالح منتخب مصر عنده انتشار جيد جدا. منتخب مصر بيلاقوا بعض كويس قوي. احمد رفعت ناحيه على طول رمضان صبحي صاحب الهدف الاول اللي جه في الدقيقه 16 من زمن الشوط الاول رمضان صبحي. مره ثانيه منتخب غانا بيحاول ناحيه الشمال ل اوسي بافور ولكن اطول من اللازم. تطلع الكره ضربة مرمى هنشوف كهربا هينزل على حساب مين؟ على حساب تريزيجيه. هيخرج تريزيجيه وهينزل كهربا. أداء طيب لتريزيجيه واحد أيضا من نجوم اللقاء تريزيجيه.
احرز الهدف الثاني لمنتخب مصر من ركله جزاء. بينزل كهربا ضربه مرمى على التنفيذ مصعد عوض. حضراتكم طبعا الجهاز الفني والاداري ودكه البدلاء لمنتخب مصر في مباراه اليوم امام منتخب غانا مره ثانيه في الجانب الايمن. هنا المحاوله عايز يحطها خلف المدافعين كده لكهربا مصطفى فتحي، ولكن تطلع الكوره ضربه مرمى. تصفيات طبعا الالعاب الاولمبيه اللي هتقام ان شاء الله في البرازيل 2016. منتخبنا ان شاء الله هيقابل الفائز من لقاء اوغندا ورواندا. ده بالنسبه لمشوار منتخبنا الاولمبي في تصفيات دوره الالعاب الاولمبيه اللي هتقام في البرازيل، لكن هتقام النهائيات بتاعه البطوله. هيصعد الاول والثاني والثالث الى الاولمبياد في الكونغو الديمقراطيه في الفتره من 5 الى 19 ديسمبر 2015. يعني منتخبنا عنده تصفيات افريقيه هتقام في الكونغو في شهر 9، ثم في شهر 12 من هذا العام يعني نهاية هذا العام إن شاء الله في الفترة من 5 إلى 19 هتكون هناك نهايات البطولة في الكونغو في حالة طبعا تخطي منتخبنا الفائز من لقاء أوغندا مع رواندا في شهر 7 القادم. تحضير مرة تانية لصالح منتخب مصر. جانب الأيمن أكثر من تبديل أجراه منتخب مصر محمود حمد واحمد رفعت ومحمد هاني ومصطفى فتحي وكهربا، مجموعه من العناصر والبدلاء اللي دفع بيهم الكابتن حسام البدري. تفرق لما يكون عندك عدد كبير جدا من اللاعبين وعندك اللاعب الاساسي واللاعب البديل بنفس الكفاءه ونفس المعيار ونفس الاداء البدني والفني، بيدي افضليه للجهاز الفني ان هو يقدر يغير زي ما هو عايز في ارضيه الملعب، ويبقى اكتر عندك رؤيه ان انت يبقى عندك اللاعب البديل. اعتقد في كارت هنا في اللقطه اللي فاتت محمود عاشور في كارت وبطاقه، تدخل قوي جدا في اللقطه اللي فاتت بيديه للاعب رقم 14 في الكوره اللي فاتت، ده اللي دخل رقم 2. اعتقد تدخل قوي جدا من اللاعب رقم 2 في منتخب غانا، واحد من البدلاء اللي نزل بيتر اودرو. كارت اصفر موجود بقول لحضراتكم في المقصوره سفير غانا والكابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، والكابتن احمد مجاهد عضو مجلس اداره، والكابتن حماده المصري ايضا عضو مجلس اداره والمشرف على المنتخب. ايضا كان معاهم الكابتن خالد لطيف رئيس بعثه في المغرب عضو مجلس اداره للاتحاد المصري لكره القدم، وكان رئيس بعثه المنتخب اللي كان بيشارك في لقاءين وديين مع منتخب المغرب وايضا مع منتخب عمان. تحضير جانب الايمن منتخب مصر بيحاول ان هو يطلع منتخب غانا من وسط الملعب، لان بقول لحضراتكم نفس اداء منتخب غانا بيرد على طول في نص ملعبه لما الكره تكون مع صالح واستحواذ منتخب مصر في وسط الملعب. مره ثانيه الكره توصل ل اوسي بافور، كره طوليه الاستلام هنا والمحاوله من البديل رقم 13 عبد الله ابو سعيد ادم. ادي عبد الله ابو سعيد ادم عايز يحط كره ناحيه اوسي بافور، مهاري متحرك عدى وقف على كورته مره ثانيه يبحث عن السبورت يبحث عن المسانده، ولكن ضغط هنا اللاعب محمد هاني ناحيه اليمين. محمد هاني لاعب النادي الاهلي ابتدى يخص ايضا في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، لكن على طول كره اماميه في رايه مرفوعه تسلل بيديها احمد ابو العلا مساعد الاول، واقع هنا في الارض احمد رفعت سلامات. قلت لحضراتكم واحد من البدلاء نزلوا مع بدايه الشوط الثاني احمد رفعت في الكوره اللي فاتت، دخل هنا على طول من اللاعب رقم 3 في اللقطه اللي فاتت
مونتاري، نزل له الجهاز الطبي لمنتخب مصر، موجود معانا في الجهاز الفني كابتن حسام البدري والكابتن ايمن حافظ، الكابتن اسامه عرابي، هشام عبد المنعم وابراهيم عبد العزيز واسامه الشاعر، قاسم ادري، شادي الجيلاني، وياسر عبد العال، ومحمود سليمان. منتخب مصر قلت لحضراتكم البدايه والتقدم كانت بهدف اللاعب رمضان صبحي في الشوط الاول، مجموعة من الزملاء الاعلاميين والتلفزيون المصري، زميل شريف الزمر، النهارده بنعيش مع الوحده 21 اتش دي، والمخرج وليد فاروق. بعيد لحضراتكم الهدف الثاني من ركله جزاء للاعب تريزيجيه، ادي رفعت خارج للعلاج احمد رفعت، محمد هاني، ادي الكره الطوليه، خد اصابه كده محمد هاني في الوجه في مباراه النادي الاهلي مع النادي المصري اللي اقيمت في الجونه. كره على طول اماميه طوليه، لكن على طول هنا التغطيه، احمد رفعت نزل مره ثانيه لارضيه الملعب، سلامات. الشوط الثاني اقل فنيا كتير مشاهدينا من الشوط الاول، الشوط الاول كان منتخب مصر قلت لحضراتكم ناجح في السيطره والاستحواذ واستغلال المساحات، وتحديدا الجبهه الشمال اللي كانت مفتاح اداء منتخب مصر في الشوط الاول. هل قلت لحضراتكم كسرت بقى التبديلات بتقلل عمليه الانسجام والترابط بين مجموعه اللاعبين في ارضيه الملعب؟ كان الانسجام واضح جدا، ودي تسديده ولكن خارج الملعب، تسديده اللاعب رقم 10 كيندي اشي في اللقطه اللي فاتت، استلام والتحضير والتسديده على طول ولكن خارج الملعب، تطلع الكوره ضربه مرمى كيندي. الجولة القادمة بين المنتخبين هتكون يوم السبت القادم، في الشك طبعا ان كل مدير فني يعني بقى كتاب مفتوح للفريق الاخر، اعتقد الجولة القادمة هتكون اصعب لكلا الفريقين، لان منتخب غانا عرف وشاف اداء منتخب مصر وعرف ملامح القوة والضعف ايه. على الجانب الاخر ايضا الكابتن حسام البدري اكيد درس اداء منتخب غانا بشكل كبير في مباراة اليوم، علشان كده تملي هتكون المحطة الثانية هي الأخطر والأصعب والاختبار الحقيقي في لقاء الفريقين معا. تحضير على طول من حمد لمحمد عادل جمعة ناحية الشمال، أحمد رفعت الاستلام، حمد مرة ثانية عايز يعمل هات وخد على حدود المنطقة، ودي على طول كهربا، ممكن هنا تسديدة كهربا وتسديدة حلوة، ولكن تسديدة كهربا خارج الملعب، ودي المدير الفني على طول الراجل بينادي ازاي الناس بتنقل كده في منطقة قلب الدفاع، تسديد الكهرباء تلف الكورة وتطلع خارج الملعب، تسديدة اللاعب كهرباء. شفنا مالك جابوري المدير الفني لمنتخب غانا وعدم رضاه على قلب الدفاع في اللقطة اللي فاتت، هتخد محمد عادل أطول من اللازم، تخبط وتغير اتجاهه وتطلع رمي التماس لصالح منتخب غانا. نص ساعة من زمن الشوط الثاني، منتخب مصر 2 منتخب غانا لا شيء، مباراة الدولية الودية اللي بياخدها منتخبنا الأولمبي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني، ومعاه الكابتن أسامة عرابي المدرب العام. قلت لحضراتكم مجموعة من العناصر الشابة الواعدة فيما هو قادم للكرة المصرية، ممكن هو ده يكون منتخب مصر الاول في عدد كبير جدا من العناصر. ادي الكره الطوليه خلف المدافعين وانطلاقه هنا للاعب رمضان صبحي، وادي كره الراجل كان هيغلط غلطه عمره هنا في اللقطه اللي فاتت، الراجل كان هيغلط غلطه عمره في اللقطه اللي فاتت في قلب دفاع منتخب غانا. ادي الكوره رقم 14، الراجل عايز يعمل ايه هنا؟ عايز يشتت ولا عايز يحط في المرمى؟ كوره صعبه جدا ولكن تطلع خارج الملعب، ضربه ركنيه. شوف ايضا تبديل اخر ولا ايه، ضربه ركنيه لصالح منتخب مصر على التنفيذ احمد رفعت، احمد رفعت اتلعبت الكوره العرضيه على الزاويه البعيده، ولكن حارس المرمى طويل القامه، حارس مرمى منتخب غانا متوكل سيدي، كرة طولية
على طول توصل للاعب رقم 5 وتسديده ولكن خارج الملعب من باتاجي. اي حاجه عايز يحط يخطفها كده باتاجي. تبديل اخر شايفينه خارج الخطوط. بيستعد اللاعب عمرو ورده مكان رمضان صبحي، ايضا واحد من نجوم اللقاء رمضان صبحي، هو ويتريزيجيه وكان كريم بامبو ايضا في منطقه وسط الملعب. كان الثلاثي رمضان وتريزيجيه وكريم بامبو عاملين حاله في الاداء الفني لصالح منتخب مصر. ادي الهدف الاول، بنعيش مع مخرج اللقاء اللي احرزه رمضان صبحي في دقيقة 16 من زمن الشوط الاول. ورده نزل، كان على فكره ورده احرز هدفين في المباريات الوديه في مباراه نجوم المستقبل مع منتخب مصر، مباراه اللي فاز فيها منتخب مصر 3-1 كان احرز ورده، وايضا مباراه منتخب غانا اللي فاز فيها منتخب مصر 2-1 كان احرز عمر ورده هدفي منتخب مصر. رايه التسلل هنا من ابو العيله، حالات قلت لحضراتكم هنشوفها مع الكابتن رضا البلتاجي مع الزميل طارق سعده من خلال شاشه قناه نيل الرياضه. جميع اللقطات التحكيميه مره ثانيه. كره في الجانب الايسر، محمد عادل جمعه، كره العرضيه ولكن على طول توصل سهله في ايد حارس المرمى متوكل سيدي. مره ثانيه توصل في وسط الملعب لصالح منتخب غانا للاعب مونتاري، حطيتها على طول لايزاك، ايزاك كومي، ولكن هنا الضغط لمنتخب مصر رفعت. استلام على طول هنا من ورده، ورده في مركز وسط الملعب عايز يعمل المسانده والسبورت مع محمد عادل. استلام هنا لا رفعت ولكن مضغوط على ورده، ياخد ضربه حره مباشره نازل طبعا، وعنده مخزون بدني ورده ممكن يبقى ليه اضافه في الوقت المتبقي من الشوط الثاني. 10 دقائق تفصلنا عن نهايه الشوط الثاني، نلعب في الدقيقه 35. كهرباء عايز يعمل هات وخد كهرباء على حدود منطقه ال 18 ولكن توصل سهله. لسه اللمسه الاخيره في التلت الهجومي هي اللي ناقصه في الشوط الثاني لصالح منتخب مصر. بنمسك الكره كتير في نص الملعب، بنحاول ان احنا نلاقي ثغره. اعتقد افتقدنا الطرفين اللي هم يعني تحديدا كانوا ملامح القوه، وبشكل خاص الجبهه الشمال في الشوط الاول. وزي ما قال الكابتن فتحي مبروك في استاد النيل مع الكابتن حسن الشاذلي، ان اي فرقه تستغل الطرفين يبقى عندها الافضليه في النواحي الهجوميه، لان منتخب غانا قلت لحضراتكم وتحديدا في الجانب الايمن كان اللاعب رقم 17 ايمانويل اشانتي لعيب قليل جدا. لو كان احسن استغلال الضغط والبريس في الجبهات اليمين او الشمال. ادي الكره مره ثانيه، ممكن هنا كهرباء جوه الجول، جوه الجول، الهدف الثالث لصالح منتخب مصر يحرزه كهرباء نتيجه طبعا استغلال للكره اللي فاتت وحطيتها على طول على يمين حارس المرمى. ادي كهرباء في اللقطه اللي فاتت والخطا الدفاعي في المدافعين. وادي الراسيه، كهرباء استلم حلو، وزع نفسه حلو، حطيتها والله برؤيه حلوه جدا، برؤيه حلوه جدا. ده وقع، قعد الراجل، قعد الراجل كهرباء على طول بمهاره فرديه، يقع الراجل على طول ويحطها على يمين حارس المرمى متوكل سي دي. كهرباء بمهاره فرديه الاستلام وخدوا كده بقولت لحضراتكم في نص ياردة. كهربا يوقع اللاعب بيتر اودورو بمهارة فردية. كهربا يعلن عن الهدف الثالث لصالح منتخب مصر، 3 منتخب مصر لا شيء منتخب غانا. وادي كهربا فاصل بقى كده من المهارة، ما فيش شك ان الهدف بيدي ثقة للاعب الكورة، بيحس كده ان هو يعني عنده أداء فني وروح المعنوية بتبقى عالية بعد إحرازه للهدف. كهربا في اللقطة اللي فاتت عايز يعمل كده فاصل مهاري. 3 مصر لا شيء منتخب غانا، الهدف الثالث من نصيب اللاعب كهربا، يعلن عن الهدف الثالث في الدقيقة
و30 من زمن الشوط الثاني. كهربا هدف الاول رمضان صبحي، الهدف الثاني من ركله جزاء تريزيجيه، وكهربا يضيف الهدف الثالث لصالح منتخب مصر. حتى الان التقدم بثلاث اهداف لمنتخب مصر على منتخب غانا، بين طبعا النتيجه والثقه، مباراه دوليه وديه ولكن كل مدير فني بيستغل، قلت لحضراتكم، المباريات الدوليه لرفع المستوى الفني من اجل الاستعداد للمباريات الرسميه. ادي التحضير على طول، ولكن هنا الضغط والبريس وهجمه مرتده، محاوله لمنتخب غانا، ولكن على طول التغطيه من رجب نبيل، توصل مره ثانيه لاوسي بافور، اوسي بيحاول، اوسي بافور توصل على طول لمونتيري، وادي محاوله لمنتخب غانا، ولكن التغطيه على طول من اللاعب ياسر ابراهيم. مره ثانيه بيضغط هنا رفعت على حدود منطقه ال 18، منتخب غانا بيحاول للاعب رقم 8 ولكن اطول من اللازم من عبد اللطيف عبد الله. في اللقطه اللي فاتت الشد هنا لصالح رفعت، ضربه الحره المباشره مديها حكم اللقاء محمود عاشور. ايضا بتبقى استعداد للحكام الدوليين لما هو قادم في البطولات الافريقيه، سواء دوري الابطال او كاس الاتحاد الافريقي او البطولات الافريقيه. الرباعي اللي موجود معانا قلت لحضراتكم حكام دوليين، سواء ابو العلا او سمير جمال، ومعاهم محمد معروف. سبع حكام في القائمه الدوليه للصافره، وسبعه في المساعدين، اربع حكام في الكره الخماسيه، واربع حكام في الكره الشاطئيه، بالاضافه الى الكره النسائيه. مصعد عوض كرة الطولية، وردة، ولكن على طول من أعلى نقطة توصل لمنتخب غانا للاعب كيندي آشي. ثلاثة مصر لا شيء غانا. المباراة اللي بتقام في ملعب الدفاع الجوي استاد 30 يونيو اللي بيحتضن المباراة. منتخبنا كان بيعسكر في فندق الدفاع الجوي استعدادا طبعا لمباراة غانا الأولى والثانية. مرة ثانية على حدود المنطقة هنا المحاولة لصالح منتخب مصر، ترجع على طول من فتحي، وتغيير اتجاه اللعب لمحمد عادل جمعة ناحية الشمال. محمد عادل، أحمد رفعت عايز يعمل هات وخد مع وردة على حدود المنطقة، وأحمد هنا ممكن أحمد، وتسديدة، ولكن على طول في إيد حارس المرمى متوكل سي دي، هات وخد، وثنائيه رائعه، والتسديده كانت من احمد رفعت، كان عايز يكون له نصيب ولا احمد رفعت في التهديف، ولكن يتالق فيها حارس المرمى. مره ثانيه التحضير، محاولات، كره خلف المدافعين لصالح منتخب غانا، واقف على كورته مونتاري، يرجع ورا على طول المحاوله، ولكن على طول مقفلين منتخب مصر. وادي الكوره بيطالبوا هنا بركله جزاء، قال عاشور مفيش حاجه، بلاي اون جنب كوره تفرق جدا. قلت لحضراتكم الرؤيه واللياقه البدنيه العاليه للحكم بتدي له افضليه في اتخاذ القرار، حاجه مهمه جدا في عنصر التحكيم. ضربه حره مباشره لصالح احمد رفعت في الكوره اللي فاتت، شد واضحه وصريحه. وادي الكرة اللي هاته خد بين وردة ورفعت اللي دخل بيها منطقة ال 18 وسدد رفعت، ولكن في الزاوية اللي كان واقف فيها حارس المرمى لمنتخب غانا. قلت لحضراتكم الانسجام والثنائيات مطلوبة، مطلوبة جدا، هي اللي ممكن تفك لك اللغز في بعض المباريات اللي ممكن تكون معربة بلغة الكورة. علشان كده المهارة الفردية لمجموعة اللاعبين ممكن تخلص لك مواقف صعبة زي مهارة أحمد رفعت أو كهربا. والشوط الأول شفنا الثلاثي صبحي وتريزيجيه وبامبو، مهارات فردية ممكن تخلص لك بعض المواقف الصعبة اللي بتكون موجودة في المباراة. المدير الفني بيحط الخطة وبيحط التشكيل وبيحط الطريقة، ولكن لازم تبقى معاه مجموعة من العناصر والأفراد اللي بترجم كل الكلام ده، النظري شيء والعملي شيء آخر. حكم اللقاء مدي ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب مصر، تلعب بسرعه، كهربا عايز يخطف كده، كهربا يحطها لرفعت. لحظه طبعا
عدم تمركز لاعب منتخب غانا. ادي الكره مره ثانيه لأوسي بافور، لعيب ده على فكره عجبني جدا، ولكن الشوط الثاني قل نسبيا، ولكن حتى الان هو الافضل. وادي منتخب غانا بيحاول والتسديده، ومره ثانيه بيطالبوا بقرار، ولكن جنب كوره عاشور حكمنا الدولي. ادي الكره اللي فاتت كان رجب نبيل لاعب فريق وادي دجله في اللقطه اللي فاتت، سيرد باك منتخب مصر. تحضير محمد عادل جمعه الطرف الشمال، قرب له كده عشان يستلم ورده، رفعت ناحيه الشمال ايضا في الشوط الثاني، بقى لنا كده فتره مركزين عليها. ورده في لعيب وقع في الارض، اعتقد حسام غالي، حسام غالي وقع في الارض. ورده مع الكوره، كهربا تحضير على طول مع رجب نبيل، توصل لمحمد، قام حسام مره ثانيه. ادي حسام غالي في الكوره اللي فاتت، الهاف ديفندر لمنتخب مصر لاعب فريق سموحه. محاوله هنا لمنتخب مصر، لكن في قرار بضربه حره اتلعبت بسرعه لصالح منتخب غانا. مره ثانيه ناحيه الشمال، خلاص كل فريق قلت لحضراتكم اجرى تبديلاته، هنشوف الوقت بدل الضايع قد ايه. قلت لحضراتكم 6 تبديلات، ولكن في مجموعه ايضا في اللاعبين. وادي الرأسيه، ولكن وسعد عوض كان موجود معانا ايضا خارج الخطوط، طاهر محمد طاهر ومحمد رزق وخالد الغندور وشكري نجيب اللي جاب قلت لحضراتكم 4 اهداف في المباراه الوديه، لاعب النادي الاسماعيلي، وايضا محمد السيد بازوكا لاعب الاتحاد. دول كلهم موجودين معانا في معسكر المنتخب، وكان موجودين على دكه البدلاء، ولكن فضل الكابتن حسام البدري يشرك ال6 بدلاء اللي نزلوا في الشوط الثاني. وادي الدكتور محمد معروف الحكم الرابع بيدي 4 دقائق وقت محتسب بدل ضايع. قلت لحضراتكم دكتور في كليه التربيه الرياضيه اللي عمدها العميد نادر شلبي، هو عضو اللجنه الفنيه في الاتحاد المصري لكره القدم، مهم جدا. ايضا الكابتن والدكتور محمود سعد موجود في اللجنه الفنيه، عشان كده قلت لحضراتكم بيفرق كتير جدا لما يكون حكم الكوره يعني مهتم جدا بالنواحي التثقيفيه على المستوى المهني. بنشوف دكاتره وبنشوف ضباط وبنشوف مجموعه من المناصب العليا في عنصر التحكيم. نتمنى نشوف لعيبه، نتمنى نشوف لعيبه كتير تخش مجال التحكيم، بيرتقي المستوى. مجموعه من اللقطات والمهارات الخاصه وبعض الكور في الشوط الثاني مع مخرج اللقاء وليد فاروق. كابتن حسام البدري راضي اكيد بالاداء والنتيجه، اكيد في بعض الاخطاء، بعض الحاجات اللي ما كانش نقدر نقول فيها ترجمه فعليه من بعض اللاعبين في ارضيه الملعب، شيء مطلوب. هي المباراه الوديه هدفها ايه؟ ان احنا نحاول ناكد على الايجابيات ونتلاشى السلبيات، ده الهدف الاساسي من كل مباراه. ايضا بتبقى محاوله للاستعداد للجولات الافريقيه الرسميه اللي ادائها بيختلف شكلا وموضوعا عن المباريات الوديه. منتخب غانا بيحاول، ولكن ضربه حره مباشره مديها حكم اللقاء عاشور، دفعه ممكن تاخد انذار، اقول لك تستوجب الانذار في اللقطه اللي فاتت، شده كانت من اللاعب محمد عادل جمعه. ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب غانا، نلعب فيه الوقت المحتسب بدل الضايع اللي أشار بيهم الحكم الرابع محمد معروف. نلعب في الدقيقة الأولى، 3 منتخب مصر لا شيء منتخب غانا. أهداف من نصيب رمضان صبحي وتريزيجيه وكهربا اللي معاه الكورة اللي بيغير اتجاه اللعب لوردة، و3 على 3 بسرعة تفرق هنا الهجمة، حطيتها الوردة رفعت، ودي الكرة العرضية مرة تانية والتسديدة، تسديدة اللاعب مصطفى فتحي ضعيفة جدا جدا. مصطفى فتحي كان قريب منه أحمد رفعت، هجمة لصالح منتخب غانا، كرة الطولية مرة تانية هاتوا خد، مفيش راية ولا صفارة، ودي ممكن هنا وممكن هنا هدف أول يكون لمنتخب غانا. يا سلام يا سلام على الكفر هنا والتغطية من ياسر إبراهيم، ياسر إبراهيم اللي خد شارة الكابتنة بعد خروج تريزيجيه، ينجح في إن هو ينقذ مرماه من هدف أكيد. لحظة طبعا خروج حارس المرمى مسعد عوض، عمل الكفر وعمل التغطية ياسر إبراهيم سيرد باك منتخب مصر ونجم نادي الزمالك.
مرة تانية جمعة وردة تحضير في وسط الملعب حسام غالي في الجانب الأيمن لمحمد هاني عايز يعمل الهات وخد هاني ولكن مقطوعة الكورة نتيجة طبعا على وجه المدير الفني لمنتخب غانا مالك جابوري كرة على طول الطولية ممكن هنا رفعت وقف على كورته يبحث عن المساندة ولا عايز يعدى عدى والله وعمل العرضية وادي الرأسية يا سلام لسه كورة مش ممكن الكورة على طول رأسية اللاعب كهربا يطلعها على طول اللاعب لاتوري كانت ممكن تكون عنوان الهدف الرابع والتاني الكهربا في اللقطة اللي فاتت ولكن تطلع الكورة وعلى طول حكم اللقاء يعلن عن نهاية المباراة مباراة مصر وغانا بفوز منتخب مصر بثلاث أهداف لا شيء منتخب غانا. أعزائي المشاهدين والمتابعين سعدت بكم من وراء الميكروفون سامح أشرباجي ولكم تحيات المخرج وليد فاروق والوحدة رقم 21. الآن الميكروفون يطير سريعا إلى استاد النيل والزميل